وانا اتحكى بالنقاش. وثاني شيء في شيء اسمه النقد، مهما كان قاسي فهو في النهايه هو نقد ووجهه نظر. انا عندي وجهه نظر خاصه فيني، ولكن يمكن تختلف مع اخرين، وكل واحد وثقافته وعقله ومحدوديته. في الاخر احنا نقول شغله، الله سبحانه وتعالى لما وزع الارزاق ما حد يعجب رزقه، لكن لما وزع العقول كل واحد يعجبه عقله، فكل واحد وعقله. انا هذا رايي، في ناس تتفق او ترفض، او بس المشكله في